Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, pada subuh yang berbahagia ini, insyaAllah kita akan sama-sama melanjutkan belajar membaca Al-Quran dengan irama yang mudah untuk kita ikuti dengan pelan-pelan. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua untuk bisa membaca Al-Quran dengan sempurna, dengan fasih dan benar. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share dulu channel Tahsinul Quran dan Doa ini. Baik, sekarang kita akan membacakan juz 4 halaman 76 surah Ali Imran, tepatnya ayat ke 195. Jadi kita simak sambil kita mengikuti bacaan. Sebelumnya, seperti biasa bagi jamaah ataupun subscriber baru yang belum mempunyai PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap untuk fasih bagi kita membaca Al-Quran, agar kita tahu bagaimana bentuk lidah saat kita melafadzkan setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, kami menyediakan e-book ataupun PDF. Dengan PDF ini insyaAllah akan membantu kita semua untuk bisa membaca Al-Quran dengan sempurna, karena di sini kita akan tahu bagaimana bentuk lidah saat membaca setiap huruf, ya, penjelasan masalah tajwid dan semua masalah yang ada di dalam Al-Quran akan terjawab di dalam PDF ini. Nanti yang membutuhkan PDF atau e-book ini, silahkan WA langsung ke nomor kami ke 0852-7544-6954. Ini akan kita bagikan secara gratis. Nah, kalau ada niat infak ya silahkan, kalau tidak mampu silahkan membuka dengan cara gratis sambil fokus untuk belajar. Taib, sekarang mari sama-sama kita menyimak surah Ali Imran yang lembaran ke terakhir. Kita awali bacaan kita dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل
ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai kita baca surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke bacaan surah An-Nisa. Itu kita mulai dari ayat pertama, kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا
فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل لحظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين
دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفوا فاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات
حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العلي العظيم. الحمد لله jamaah setia pendukung channel Tahsinul Quran yang dirahmati oleh Allah. Pada subuh yang berbahagia ini kita telah selesai membaca 5 halaman. Seperti biasanya kita bersyukur kepada Allah, semoga dengan kita mendengar bacaan Al-Quran ini, dengan kita mengikuti bacaan Al-Quran ini, dengan setiap hari kita bersama Al-Quran, semoga Allah Ta'ala memudahkan bagi kita semua untuk lancar membaca Al-Quran. Allah mudahkan bagi kita semua segala urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang mari sama-sama kita dengar nama-nama tajwid yang terdapat di ayat ke 19 di surah An-Nisa ya. Ini saya sebutkan namanya saja, sedangkan penjelasannya saya rasa sudah faham ya. Misalnya penjelasan, kalau penjelasan ya ini mad majaiz, panjangnya boleh 2 boleh 4. Kenapa majaiz? Karena bertemu hamzah dalam beda kalimat, yaitu wahai, ayyuhal, lain lagi ya. Nah, jadi beda kalimat, ini majaiz dibaca panjang 2 harakat ataupun 4 harakat ya.
Ya, penjelasannya seperti barusan. Ini tidak saya sebut, tidak saya jelaskan seperti demikian, tapi saya sebut namanya saja. Masalah panjang saya rasa sudah faham. Ya majaiz ayyuhal ladzi matabi'i. Jadi sudah faham, ini dua atau empat. Ini dua harakat. Ladzi matabi'i. Na'a mat badal. Panjang dua harakat. Manu matabi'i. La matabi'i. Yahillu lakum idhar syafawi. An ikhfa. Tarithun ghunnah. Nisa mad wajib. Akarha mad iwad. Ini sudah faham semua kan? Nah, misalnya dua, ini dua harakat, ini dua harakat, ini dua harakat, ini yahillu lakum, ini tidak berdengung. Ini berdengung dua harakat, ini berdengung dua harakat, ini berdengung, ini panjang lima harakat. Ini panjangnya dua harakat. Nah, saya rasa sudah faham, ya. Wala la matabi'i ta'dulu matabi'i panjangnya dua harakat. Hun gunnah berdengung dua harakat. Litadhabu matabi'i berdengung panjang dua harakat. Biba'dima majaiz panjangnya dua ataupun empat harakat. A mad badal panjangnya dua harakat. Taitumu matabi'i panjangnya dua harakat. Hun gunnah panjangnya dua harakat. Gunnah dengungnya dua harakat. Illa majaiz panjangnya dua harokat ataupun empat. Ai ini dengungnya dua harokat. Ya'ti matabi'i panjangnya dua harokat. Nabifa matabi'i. Hishatim idogam bi'gunnah dengungnya dua harokat. Mubayyinah. Mubayyinah ya. Ini waqaf memadikan satu huruf. Waqaf waqaf jaizul waqfi. Itu boleh waqaf. Wa'a matabi'i. Shiru matabi'i. Hun gunnah dengungnya dua harakat. Bil ma'ruf man ariz li sukun. Kalau kita waqaf, ya, waqaf memadikan dua huruf. Dan ini waqaf jaiz. Fa'in yakhfa dengungnya dua harakat. Karih tumu matabi'i panjangnya dua harakat. Hun gunnah dengungnya dua harakat. Fa'asa majaiz panjangnya boleh dua boleh empat. An yakhfa artinya menyembunyikan. Nah, dengungnya dua harakat. Takrahu matabi'i dua harakat. Syai'au idqam bi gunnah dengungnya dua harakat. Wa yaj'alallah. Allah dibaca tebal, lafaz Allah itu matabi'i dibaca panjang dua harakat. Allahu fi matabi'i panjang dua harakat. Hi khairan. Rang ini ikhfa dengungnya dua harakat. Kathirati panjangnya dua harakat. Matabi'i raman iwad. Nah, seperti itulah penjelasan tajwid yang terdapat di ayat 19 surah An-Nisa. Ya. Jadi harus cepat bisa mengatur seperti itu dan memahami apa yang dibacakan. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat terus, terus mengikuti channel ini ya, setiap habis subuh insyaallah jam 5 subuh WIB waktu Indonesia bagian barat, kalau di luar mungkin sudah jam 6 subuh. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu, kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan share, semoga bermanfaat.